اسمه الشريف علي بن محمد الهادي عليه السلام، وأبوه الإمام التاسع محمد الجواد عليه السلام، وأمه هي سيدة فاضلة طاهرة أم ولد اسمها سمانة المغربية، كانت تعرف في حياتها بالسيدة، وكانت على جانب عظيم من العبادة والتقوى، حتى قال في حقها ابن الإمام علي الهادي عليه السلام: إن أمي عارفة بحقي وإنها من أهل الجنة، وإن الشيطان لا يقربها ولا يصلها ولا يصلها مكر جبار عنيد، والله سبحانه وتعالى حافظها وحارسها، ولا تختلف عن أمهات الصديقين والصالحين. وهذه الشهادة الراقية العظيمة في حقها من إمام معصوم تكفينا للتعرف على جلالة قدرها وعلو مقامها، رضي الله عنها وأرضاها. اسمه وكنيته وألقابه عليه السلام وأبو الحسن علي بن محمد الهادي، وهو رابع الأئمة الذين أسماؤهم علي بعد علي بن أبي طالب، فعلي بن الحسين وعلي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو أيضا رابع من يكنى بأبي الحسن من بين الأئمة الاثنى عشر. فأبو الحسن الأول علي بن أبي طالب، صلوا عليه يا حبايب أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول محمد وآلي محمد، صلوات علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، لأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأبو الحسن الثاني موسى الكاظم، وأبو الحسن الثالث علي بن موسى الرضا، وهو سلام الله عليه أبو الحسن الرابع. وكان عليه السلام له ألقاب كثيرة، أشهرها النقي والهادي، وهما صفتان مشتقتان من النقاوة والطهارة ومن الهداية والإرشاد، وكان يعرف أيضا بالمتوكل، ولكن لما كان خليفة عصره العباسي يعرف بهذا اللقب، فمنع أصحابه عن تعريفه به عليه السلام. أما عن ولادته وعمره عليه السلام، كانت ولادة أبي الحسن عليه السلام علي بن محمد الهادي عليه السلام في قرية من ضواحي المدينة المنورة اسمها صربا، في الثاني أو الخامس من شهر رجب الحرام، ويقال أنه ولد في النصف من شهر ذي الحجة، وهو قول غير مشهور، ومما يؤيد القول بولادته في رجب ما ورد في الدعاء المأثور عن الإمام المنتظر عليه السلام في مستحبات رجب من قوله عليه السلام: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب. وقد أشرنا إليه أيضا في ذكر ولادتي
وقد أشرنا إليه أيضا في ذكر ولادة أبي محمد الجواد بن النبي محمد. صلى الله على محمد وآل محمد. وعاش علي الهادي عليه السلام مع أبيه 60 سنوات وقيل 80 سنوات، ومدة إمامته بعد أبيه 34 عاما. كان ذلك في ملك المعتز العباسي، وقبض مسموما وعمره 42 عاما في سامراء، حيث مدفنه الشريف الموجود الآن. رزقنا الله وإياكم الوصول إليه. أما عن دلائل إمامته عليه السلام فهي نفس الدلائل التي أقيمت على آبائه الطاهرين، تنحصر في أمرين أساسيين. الأمر الأول النص عليه من أبيه الإمام محمد الجواد بن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، وذلك في عدة مناسبات وأمام عديد من أصحابه الثقات، حسب ما ورد تفصيله في المطولات من كتب السيرة والتاريخ، هذا بالإضافة إلى نصوص جده النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد الإجمالية والتفصيلية، كما ذكرناه مرارا في سياق الحديث عن إمامة آبائه عليهم السلام. والأمر الثاني الأفضلية المطلقة في عصره على الجميع في جميع الفضائل، وهذا ما توفر للإمام علي الهادي عليه السلام أيضا كما توفر لآبائه من قبل، فكان عليه السلام أفضل وأكمل وأكثر أهل زمانه علما وعبادة وكرما وحلما وزهدا وعدلا. وكان عليه السلام مثلا أعلى للإنسانية والفضائل الخلقية والصفات الكمالية، وذلك باعتراف وشهادة الأعداء فضلا عن الأولياء. وإليك مثلا واحدا على ذلك، ففي مناقب الخوارزمي عن محمد بن جعيد ما ملخصه، كان عمر أبي الحسن علي الهادي عليه السلام يوم مات أبوه الجواد نحوا من 60 سنوات، فقدم عمر بن الفرج الجمحي إلى المدينة موفدا من قبل الخليفة المعتصم العباسي، ليعين رجلا من أبرز علماء المدينة معروفا بالعداوة لأهل البيت لتربية علي الهادي بن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، حسب زعمه وليأمره بالقيام بإبعاده عن الشيعة ومنع الشيعة من الوصول إليه. فوقع اختياره على رجل من أهل الأدب والفقه في المدينة يكنى أبا عبد الله ويعرف بالجنيدي، ليلازم عليا الهادي ليله ونهاره، فكان له ما أراد فلزمه في قصر بصربا.
في ضواحي المدينة، ومكث على هذا الحال مدة من الزمن انقطعت فيها الشيعة عن الإمام علي الهادي. يقول الراوي: وبعد ذلك التقيت بالجنيدي فسلمت عليه وقلت له: ما حال الصبي الهاشمي الذي تؤدبه وتعلمه؟ فقال منكرا علي ذلك قائلا: تقول الصبي الهاشمي ولا تقول الشيخ الهاشمي. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، لأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد. ولا تقول الشيخ الهاشمي. ثم قال: هل تعلم أن في المدينة من هو أعلم مني؟ قلت: لا. قال: فإني والله أتعلم منه ويظن الناس أني أعلمه. ثم قال: إنه والله خير أهل الأرض وأفضل من برأ الله، وأن أمره لعجيب، فلقد مات أبوه في العراق وهو طفل صغير، ونشأ بين الجدران والجواري السود، فمن أين تعلم هذه العلوم؟ ساعة الولادة أمه أم ولد، ويقال لها سمانة، ونقش خاتمي الله ربي وهو عصمني. وروي عن الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى إذا أراد أن يخلق الإمام بعث ملكا بسبع ورقات من الجنة إلى أبي فيتناولها، إذا وقع زوجته انعقدت النطفة في الرحم، من ذلك يصير الإمام وهو جنين في بطن أمه، يسمع الكلام ويجعل الله له عمودا من نور يبصر به ما يعمل أهل كل بلد، ويكتب الملك على عضده الأيمان: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ولما حملت أم الإمام الهادي عليه السلام به صارت تجد الخفة في بدنها حتى تتابعت شهورها، ولما كانت الليلة المباركة وقعت في طلقها والبيت قد امتلأ نورا وفاحت فيه روائح المسك والعنبر، وتجمعت حول سمانة بعض النسوة وهي هاشة باشة لم يعتريها ألم ولم تحس بما تحس به النساء من وجع المخاض. تقول بعض النسوة: فبينما نحن كذلك فأخذتني فترة وأخذتها فترة. تقول سمانة: وإذا أنا قد وضعت بولدي عليا عليه السلام. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات صلى على محمد صلوات فاطمة الزهراء صلوات الحسن بن علي الحسين بن علي زين العابدين محمد الباقر، جاء
جعفر الصادق موسى الكاظم علي ابن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان وكل بيان والحاضرين ولايتي الأمير النحلي تكفيني وطينتي عجنة عجنت من يوم تكويني عند الممات وتغسيلي وتكفيني في حب حيدرة كيف النار تكويني لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن الله يخلي والديكم إن شاء الله جميع وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن نفسي بحب علي المرتضى طربت والناس من فرط أخلاصي له عجبت رضعت ثدي الولاء من حرة نجبت لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن الحمد لله في سر وفي علني وكم حقوق لها عندي ومن منني طابت وطبت فيا لله من لبني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا هو أبا حسن بالسما لاح أحلى مصباح بالسما لاح أحلى مصباح يا هلا يا هلا يا هلا بالهادي يا هلا يا هلا يا هلا بالهادي بالسما لاح أحلى مصباح بالسما لاح أحلى مصباح يا هلا يا هلا يا هلا بالهادي يا هلا يا هلا بالسما لاح أحلى مصباح بالسما لاح أحلى مصباح يا هلا يا هلا يا هلا بالهادي يا هلا
وانتي شعشعش القمر يحلى هالليل السمر بنواره شمس طلعت بالسما من إجاب الفاطمة بسرارة الجواد الليل بفرح وهنا نور عينه من إجاها يضنى عطر فواح أحلى مصباح من نزل بفادي يا هلا يا هلا يا هلا بالهادي يا هلا يا هلا الله محلى الولد نور وطينا شهد يتلالى ابن حماي الحمى الملايك تخدمه بجلاله الله الله والحواري ضمته تمنى جبرائيل يطلب خدمته رفرف جناح أحلى مصباح رفرف جناح أحلى مصباح يا هلا يا هلا يا هلا بالهادي يا هلا يا هلا سيد على الأمم باب من باب الكرم شفينا يا نجملة يا نجملة اكتبي روح من طه النبي يهدينا يهدينا علم من أجداد بالباري نزل فاز من سلم على الهادي وصل علم صداح أحلى مصباح علم صداح أحلى مصباح من طرب هالشادي يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا عطر مياس نفاح بلسم القلب انجرح بوجوده دوا أصبح موعده روح ريحان الهدى مولوده مشى وعجوبة إذا شف يمر مشفى وعجوبة إذا شف يمر واسم بلسم بالجرح لو ينذكر قلبي يرتاح أحلى مصباح قلبي يرتاح أحلى مصباح يا هلا يا هلا يا هلا بالهادي يا هلا يا لبيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفخر والشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له